مواسم الامتاع في صباحي هذا اليوم. ميدان المرموم تحفة ميادين السباغات، شوطنا التاسع عشر اللي ينطلق على بركة الله وتوفيقه، خاص بالجعدان الإذاع المحليات الأصايل وشعارات أبناء القبائل المتنافسة على لقب الناموس هنا في هذا اليوم السعيد، اليوم المبارك اللي يجمع كل المشاركين والمتابعين عشاق رياضتنا العربية الأصيلة، عشاق العالم الساحر وعالم المواهب، هنا مواهب رياضة الآباء والأجداد. نتابع هذه الانطلاقة ونتابع هذا الاندفاع الجميل والمثير هنا في شراغ شمس هذا اليوم المبارك مباشرة مع الصدارة، ونتابع المراكز الأولى بدقة وبتركيز عالي هنا مركز هنا في هذه اللحظات الجميلة. نلحق هناك بركب الصدارة وركب المقدمة هنا من خلال تحديات هذا الاندفاع الجميل. الصدارة والمركز الأول مع هذه اللحظات أيها الحبل الكريم، هذا معارك اللي يحتل المركز الأول والصدارة راشد بن سعيد بن منانة الاكتبي اللي يحتل المركز الأول هنا ويقدم معارك على المركز الأول، بينما المركز الثاني ثاني المراكز هذا درب لسيف بن عوض بالرشاش البلوشي اللي يندفع هنا ويأتي بدرب هنا مرشح قوي في هذه الانطلاقة. نقلتنا إلى ثالث المراكز، هذا درعي على ثالث المراكز راشد بن أحمد بن علي بن عامر العويسي، هنا شعار الشاعر منطلق بقوة في هذا الاندفاع، بينما المركز الرابع رابع مراكزنا هذا رماح سيب بن دقاش بن محمد العامري اللي يقدم هنا رماح في المركز الرابع. نقلتنا مباشرة إلى المركز الخامس واللي يحتل خامس المراكز هنا في هذا الاندفاع الجميل، في المركز الخامس هذا هو لبيب الحياب بن مطر بن سعيد بن حاذة الاكتبي يحتل المركز الخامس، مطوعنا هنا قادم بكل قوة في هذا التحدي والاندفاع. المركز السادس هذا الغشمري خليفة بن سالم بن سعيد بن حلوكة اللي يحتل المركز السادس في هذا التحدي ويقدم شعاره الجل الفار وميدان التقنية والتكنولوجيا، قادمين بكل قوة. سادسا المركز السابع، مزعل عبيد بن عتيج بن زيتون المهيري، والمركز الثامن ثامن مراكزنا غازي لوليد بن سليمان بن ناصر الرشيدي ثامنا، والمركز التاسع مصيحان سعيد بن صغير بن قنون بن يراده الاكتبي تاسعا، والمركز العاشر وعاشر التحديات في هذا الانطلاق هملول سهيل بن سلطان بن تريم الاكتبي. هذه مراكزنا العشرة الأولى أيها الحفل الكريم، النداء الأول مع سن الإذاع وسن الإمتاع في أشواط الإنتاج والمنتجين لمنافسة الستة كيلومترات، مسافتنا التي يتنافس عليها كل المشاركين التنافس الشريف في هذه الرياضة العربية الأصيلة. الصدارة المركز الأول، عودتنا إلى الصدارة، الله 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 الله، الصدارة مع معارك اللي يحتل الصدارة هنا ويتقدم بكل قوة راشد بن سعيد بن منانة الاكتبي من يتصدر هنا في هذا الشوط ويرفع هذا الشعار في كل مشاركاته وفي كل تحدياته في رياضتنا العربية الأصيلة في داخل الدولة وخارجها. المركز الثاني نتابع المركز الثاني درعي راشد بن أحمد بن علي العويسي هنا غادم بوزايد، نتمنى لك التوفيق هنا من خلال مشاركاته في هذا التحدي الجميل في المركز الثاني. نقلتنا إلى ثالث المراكز، هذا درب اللي على المركز الثالث غادم من العين دار الزين سيب بن عوض بالرشاش البلوشي ثالثا، والمركز الرابع أيها الحبل الكريم هذا رماح سيب بن دقاش بن محمد العامري اللي يحتل المركز الرابع وياتي برماح في هذه الانطلاقه. بقول لك ركز يا بن دقاش، ركز مع هذه الانطلاقات والسلامات، نبغاها عيناويه في هذا اليوم الجميل. المركز الخامس لبيب حياب بن مطر بن سعيد بن حاذة الاكتبي يحتل المركز الخامس في هذا الشوط وياتي بلبيب اللي
على خامس المراكز. المركز السادس وشعار عبيد بن عتيج من زيتون المهيري هنا يقدم مزعل مزعل في المركز السادس. المركز السابع هناك شعار بو محمد غادم مع الغشمري خليفة بن سالم بن سعيد بن حلوكة يحتل المركز السادس في هذه اللحظات. المركز السابع سابع مراكزنا أيها الحبل الكريم هذا غازي للمشاركة وغازي للمنافسة. وليد بن سليمان بن ناصر الرشيدي يحتل المركز السابع في هذا الشوط. والمركز الثامن بدأ يتحرك هناك مرموق غادم بكل قوة في هذه اللحظات الجميلة مع بن مرخان محمد بن مبارك مرخان بو منصور ما شاء الله وتبارك الله مشاركة فعالة في هذا الاطلاق. المركز التاسع ايها الحبل الكريم صيحان سعيد بن الصغير بن قنون بن يراده الاكتبي. والمركز العاشر شاهين حمد بن سالم بالاسود العامري. هذه مراكزنا العشرة الاولى ايها الحبل الكريم والنداء الثاني اللي يدور ويسير حول المراكز العشرة الاولى. عودتنا في هذه اللحظات الى ركب المقدمة الى الصدارة الى المراكز الاولى. يا سلام بدل ير في هذه اللحظات الجميلة. هو معارك لا زال معارك في المركز الأول لا زال هنا في هذه اللحظات. لوحة الإعلان النهائية 1200 متر تفصلنا عن خط النهاية ومعارك لسيد راشد بن سعيد بن منانة يحتل المركز الأول ويتصدر. وأيضا هناك رماح سيب بن دقاش بن محمد العامري يحتل المركز الثاني ويندفع هنا بقوة الدفع الذاتي. المركز الثالث هذا درعي على ثالث المراكز لا السيد راشد بن أحمد بن علي بن عامر العويسي حرك الشاعر وخلك مركز. المركز الرابع هذا درب لسيب بن عوض بن رشاش البلوشي ومزعل يحتل المركز الخامس للسيد عبيد بن عتيق بن زيتون المهيري. هذه المراكز الخمسة الأولى الفايف ستار العودة إلى الصدارة. شوف الأداء الجميل شوف الرقص شوف التحمل شوف القوة شوف الإثارة. الله 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 يا معارك هنا معارك معركة الغبرة والبسوس. السلام هل زعبيل ينطلق ينتظرون التحية من هذا الشعار شعار معارك للسيد راشد بن سعيد المنالة. ولكن هنا بندقاش غير الأمور بدل الموازين في هذه اللحظات مع رماح سيد سيف بندقاش بن محمد العامري. سلام عيناوي سلام يا العين يا دار الزين سلام يا العين يا دار الزين مع رماح يفوز ينتظر. ولكن بن منانة عند رأي آخر تحدي ثنائي زعبيل ولا العين ولا زعبيل ولا العين. يا سلام الله 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 غير معارك بدل الموازين غير الأمور. سلام يا زعبيل سلام راشد بن سعيد بن منانة يفوز ينتصر بالمركز الأول. المركز الثاني رماح سيب بن دقاش بن محمد العامري. المركز الثالث مزعل عبيد بن عتيق بن زيتون المهيري. المركز الرابع درب سيب بن عوض بن رشاش البلوشي. المركز الخامس شاهين حمد بن سالم بالأسود العامري. ما شاء الله وتبارك الله رقص ولا أروع تحدي مثير للغاية والتنافس الثنائي ما بين رماح ما بين معارك. لكن معارك صمد صمود ورجع بالفعل قوية افتراس الفوز والانتصار مع خط النهاية. قاطع مسافة 6 كيلومترات توقيت وغدرة 9 دقائق 16 ثانية 8 أجزاء من الثانية. مشكور يا راشد يا بن سعيد يا بن منانة والتحية نوصلها سعيد بن منانة بن غدي الاكتبي. مشكور يا ابو سالم على هذا الانتاج الطيب. المركز الثاني اللي ما قصر بأداء بالفعل قدم العرض اللي يشكر عليه هو رماح سيب بن دغاش بن محمد العامري. توقيت 9 دقائق 17 ثانية هو جزر واحد من الثانية. مشكور يا بن دغاش ثالث المراكز اللي وصل وحده للمركز الثالث في هذه اللحظات. مخرجنا العزيز رويدا المركز الثالث قطع مسافة 6 كيلومترات توقيت وغدره 9 دقائق 23 و8 أجزاء من الثانية. هو مزعل عبيد بن عتيق
بن زيتون المهيري. تهانينا للجميع والناموس.